نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. انطلاق قمة السيسي وترامب بالبيت الأبيض والإرهاب يتصدر المباحثات. إثيوبيا تحتفل بذكرى 6 لبدء إنشاء سد النهضة بمشاركة البشير. الحكومة تعلن الطوارئ وتتأهب لاستلام محصول القمح من المزارعين. التعليم السجن 7 سنوات وغرامة 200,000 جنيه عقوبة تسريب الامتحانات. بوتين يتحدث عن هجوم بيترسبورغ ولا يستبعد فرضية الهجوم الإرهابي. نتنياهو يتحدث عن لجم الاستيطان ويناقش الملاحظات الأمريكية حول السلام. أنقرة تعتقل أكثر من 113,000 منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. نجم المصارعة العالمي أندرتيكر يعلن اعتزاله بعد مباراة رينز بخلع عباءته وقناعه. وحمدي رزقي يكتب اللي شبكنا يخلصنا. أهلا بكم من جديد. انطلقت القمة المصرية الأمريكية في البيت الأبيض بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب وسط مراسم رسمية. وقال السيسي إنه منذ أن التقى ترامب أبدأ إعجابه الشديد بشخصيته المتفردة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. من جهته أكد ترامب أن أمريكا ستقاتل مع مصر الإرهاب وستكون صديقا لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا مع مصر اليوم. رئيس، منذ التقيت بك في سبتمبر الماضي ولقد رهنت عليك، وإعجابي الشديد بشخصية الرئيس المتفردة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هذا الفكر الشيطاني الخبيث الذي يقتل الأبرياء ويدمر الشعوب ويروع الأمن، فهمت رئيس بكل قوة بكل صدق وبكل وضوح، ستجدوني أنا ومصر بجانبك في تنفيذ هذه الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. وبنرحب في الاستوديو بالكاتبة الصحفية فتحية الدخخني، مدير الموقع الإلكتروني للجريدة المصري اليوم. يعني أسبوع دبلوماسي حافل في واشنطن للرئيس السيسي وترامب، هل تعتقدي أن القمة المصرية الأمريكية قادرة على إذابة التوتر بين مصر وأمريكا؟ احنا ممكن بس ما نوصفوش بالتوتر. هي كانت الفتره اللي فاتت اللي قبل تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونهايه عهد الرئيس اوباما شهدت حاله من الفتور في العلاقات وليس التوتر، يعني نوع من الفتور. ما فيش زيارات ثنائيه متبادله، كان في لقاء واحد بجمع اوباما والرئيس السيسي على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده بناء على طلب اوباما. هذه اول زياره رسميه لرئيس مصري للبيت الابيض منذ عام 2010، فيعني هي نوع من إذابة حالة الفتور اللي كانت موجودة في العلاقات بين البلدين، واللي بدأت تزول منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه بتصريحاته الكثيرة المؤيدة لمصر وللرئيس السيسي. حتى منذ الحملة أعطى أكثر من تصريح فيه أبدى فيها إعجابه بالرئيس السيسي وبدوره في مكافحة الإرهاب. اتضح اليوم أيضا من خلال يعني الجزء البسيط في قبل القمة الثنائية بينهم أنه في نوع من الإعجاب المتبادل بين الرئيسين. الرئيس السيسي أكد على شخصية الرئيس ترامب المتفردة، برضه أيضا الرئيس ترامب أكد على إعجابه بشخصية السيسي ودوره في مكافحة الإرهاب. القمة اليوم هي تشهد يعني اتفاق مصري أمريكي على مكافحة الإرهاب وتأكيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة مكافحة الإرهاب ومساندة مصر في هذا الملف تحديدا. بدأت إثيوبيا الاحتفال بمرور 6 سنوات على بدء العمل في بناء سد النهضة وسط حضور رسمي وشعبي حاشد بموقع السد، فيما يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى أديس أبابا الثلاثاء للمشاركة في الاحتفال وسط تأكيدات المسؤولين بأن العمل في السد لن يتوقف ولو لدقيقة واحدة، فيما طلب خبراء القانون الدولي في ندوة نظمتها لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة، طلبت اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية. أستاذة فتحية، هل تعتقدي أن مصر استسلمت للأمر الواقع لحل أزمة سد النهضة؟ وما رأيك أيضا في مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في الاحتفال؟ أعتقد مصر استسلمت للأمر الواقع في هذا الملف منذ توقيع إعلان المبادئ في الخرطوم قبل نحو عامين.
أكدت مصر من خلال إعلامات موافقتها الضمنية على بناء السد، ولكن مع الالتزام بالشروط والمطالب المصرية. مصر ليست ضد بناء السد، لكن مخاوفها فقط من سعة الخزان وفترة ملء الخزان، وهي الأمور التي تتفاوض مع أثيوبيا على حلها من خلال الدراسات. فمصر في هذا الملف أعتقد نحن استسلمنا للأمر الواقع منذ مدة طويلة، فليس اليوم. بالنسبة لحضور الرئيس السوداني عمر البشير، أعتقد أنه منذ الفترة الأخيرة في توتر في العلاقات بين مصر والسودان، في تصريحات من جانب الرئيس البشير خاصة بموضوع حلايب، ففي نوع من التوتر في العلاقات بين الجانبين. وأيضا الرئيس السوداني منذ البداية هو مع بناء سد النهضة، ما كانش في مشاكل من جانبه، هو ليس متضررا، يمكن مصر أكثر تضررا من السد لو بالنسبة لحصتها في المية. فمصر مستسلمة للأمر الواقع، مصر لا أدري كيف يديرون هذا الملف الآن وفي يد من. نحن ننتظر دراسات لا تنتهي في الوقت الذي تستمر فيه أثيوبيا في بناء السد، وتؤكد اليوم كما قلت أنها لن تتوقف لحظة واحدة عن بناء السد. أعلنت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية حالة الطوارئ استعدادا لبدء موسم توريد القمح من المزارعين والمقرر منتصف الشهر الجاري، من خلال ضوابط وإجراءات مشددة في التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين وتوفير السولار طبقا لمعدلات استهلاك كل فدان والاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد. وكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة أن استلام القمح من المزارعين سيتم وفقا للضوابط المعتمدة من الحكومة، على أن يكون سعر الأردب 555 جنيها. أستاذة فتحية، هل تعتقد أن الحكومة ستتفادى الأخطاء السابقة في عملية توريد القمح التي عرفت إعلاميا بفساد القمح؟ نهايه زي ما احنا متعودين من الحكومه المصريه في كل الملفات، في كل عام تتكرر نفس الازمه بنفس الاخطاء ودون ان نستفيد من السنوات السابقه او من اخطاء السنوات السابقه. بالنسبه لموضوع القمح، اعتقد احنا ما بذلناش اي مجهود في موضوع الصوامع التي تسببت في ضياع كثير من القمح اللي بيتم اخذه من الفلاحين. ما فيش كل سنه نتحدث عن ضوابط لشراء القمح من الفلاحين وتوريده، لكن لا يتم في النهايه. فالازمه ما زالت مستمره، لانه طالما ظل هناك فرق بين السعر المحلي والسعر العالمي للقمح، طالما لا يوجد لدينا صوامع كافيه لتخزين القمح والحفاظ عليه من الفساد، فالازمه ستستمر. واعتقد ازمه فساد القمح مستمره يعني. أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رقما لكل وحدة ومنشأة في مصر من خلال كارت مدون به كودا إلكترونيا لكل وحدة يمكن قراءتها من خلال أجهزة الموبايل عن طريق تحميل برنامج خاص. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بتوزيع 42 مليون كارت في المرحلة الأولى على الوحدات والمنشآت بداية من الاثنين المقبل، حيث يقوم العداد التابع للجهاز بتسليم الرقم التنظيمي للوحدة لرب الأسرة بعدما الاستمارة التعداد السكاني. أستاذة فتحية، ما رأيك في هذا المجهود الملحوظ للجهاز في التعداد السكاني، وهل من الممكن أن يحقق الإفادة المرجوة منه؟ أتمنى أن يحقق الإفادة المرجوة منه. أعتقد أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبذل جهود كبيرة في التعداد الحالي، ده أول تعداد إلكتروني يتم في مصر. كمان الجهد الكبير اللي عملوه في زي ما قلتي في الخريطة المكانية للأماكن والكود لكل مكان، أصبح يعني أنا زرت الجهاز وشفت إزاي من خلال باركود أو كارت سيوزع على الأسر عليه باركود، ممكن نستطلع جميع بيانات الوحدة السكنية، العنوان بالكامل، من يقيم فيها. فهم وضعوا كود لكل منطقة، كل مساحة متر في متر في مصر أصبح له كود مكاني. أتمنى أن يتم الاستفادة منه والتنسيق مع مثلا وزارات مثلا الداخلية في الرقم القومي، لأنه في كثير من المشاكل بالنسبة للعناوين الأشخاص وبطاقات الرقم القومي، ما نقدرش نوصل للعناوين. فممكن من خلال هذا الكود يبقى من السهل الوصول لأي عنوان في أي وقت فقط من خلال الباركود، فده شيء جيد. وأنه يحل أزمة العناوين المختلطة، وأنه مثلا انا عندي موقف ان انا وجوزي احنا ساكنين في نفس الشقه في نفس العماره، بس هو تبع اسمه وانا تبع اسم تاني. فاعتقد اتمنى انه الباركود ده ممكن يحل مشكله زي دي. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أنه تم الاستقرار بشكل كبير على تعديلات القانون 101 بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بجريمة الغش وتسريب الامتحانات، وستصل العقوبة من سنتين إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 200,000 جنيه بالنسبة للعاملين في منظومة الامتحانات من العاملين والمدرسين، فيما ستكون العقوبة على الطالب الحرمان من دخول الامتحانات من عام إلى عامين. الطالب من
هو ابننا في الاخر، لكن نقدر نحرمه من الامتحان يا اما سنه يا اما سنتين. وانا بقول هو ارجوكم، اتمنى من قلبي الا نلجا لهذا، يعني الناس تمتثل والناس تبقى عارفه ان ده امتحان وتشتغل صح، واحنا الناس دي هنحطها على دماغنا. السؤال هو الطلاب قد حرمان عام او عامين من الامتحان، وطبعا عقوبه الطالب ان انا احرمه من امتحان عام او عامين اعتقد مش قليله. النهارده كان اللقاء بهدف متابعه توصيات السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع لجنه متابعه امتحانات الثانويه العامه، واللي كان ابرزها التامين اللجان، وقد يصل الاستعانه بجهات متخصصه في التامين، سرعه اصدار قانون تعديل قانون 101 اللي هو تغليظ العقوبه على الغش، ان يبقى في غرف عمليات مركزيه متصله في الوزاره هنا متصله بغرف العمليات في المديريات، في لجنة تشكل بالوزارة لإدارة الأزمة ووضع حلول ومقترحات للحل لأي مشكلة ممكن تكون تحدث أو احتمال حدوثها. الجزء اللي أكدت عليه النهاردة وكان هدفه هو زيادة اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالنموذج الاسترشادي التدريبي، وأن هو تدريب أولادنا على الورقة الامتحانية في شكلها الجديد، النموذج الثالث تحديدا اللي تم فيه دمج أسئلة اختيارية وعدد الأسئلة عشان الأولاد يألفوا شكل الورقة وطريقتها ويتعرفوا أيضا على توزيع الدرجة. الهدف منه ليس امتحان ولكنه مساعدة الطلاب على ألفة، والمعلمين هيساعدوهم على ده. أستاذة فتحية، هل باعتقادك تغليظ العقوبات سينهي مسلسل تسريب الامتحانات؟ المشكلة ليست في العقوبات بل في نظام الثانوية العامة بالكامل. طالما ظل هناك نظام يعتمد على امتحان واحد نتيجته ستحدد مصير الطالب والكلية التي يرغب في دخولها، ستبقى أزمة تسريب الامتحانات مستمرة مهما غلظنا العقوبة، لأنه كل أسرة تنظر إلى هذا الامتحان باعتباره هو النتيجة التي سيبنى عليها مستقبل ابنها في جميعه يعني. فطالما ظل نظام الثانوية العامة بهذا الشكل ستبقى هذه الأزمة مستمرة. الحل في أن يكون امتحانات الثانوية تكون امتحانات عادية لا يتم تجمعها في امتحان واحد، وأن يكون هناك أيضا تنسيق دخول الجامعات يتم إلغاءه، ويكون الدخول بالرغبات وباختبارات قدرات في الكليات. هذا سيخفف كثيرا من أزمة تسريب الامتحانات ومن عبء الثانوية العامة اللي هو أصبح عبء ثقيل جدا على كل أسرة يعني. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبان الدهشور في اكتشاف بقايا هرم يعود لمصر أو لعصر الأسرة الثالثة عشر. وقال الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية إن الجزء المكتشف من الهرم في حالة جيدة، مشيرا إلى أن البعثة ستستكمل أعمال الحفر بالموقع الفترة المقبلة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه، وإن بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له، وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم. أستاذة فتحية، يعني الحقيقة هو نشاط ملحوظ ودؤوب لوزارة الآثار رغم كل الانتقادات التي توجهت لها أو وجهت لها الفترة الأخيرة، ما قراءتك لذلك؟ أنا شايفة أن وزارة الآثار في الفترة الأخيرة بدأت تركز على زيادة عمل البعثات الأثرية سواء الأجنبية أو المصرية في مصر، والإعلان عن الاكتشافات الأثرية كان نوع من الترويج السياحي لمصر وتحسين صورة مصر في العالم. الكشف الأخير اللي هو كان لرأس تمثال في المطرية، قيل أنه رمسيس ثم طلع أنه ليس رمسيس، هذا الكشف يعني تحدثت عنه جميع وكالات الأنباء في العالم، كان مساهم في دعاية كبيرة لمصر في العالم رغم كل الانتقادات على طريقة انتشاله، لكن هو نوع من اعطاء صوره عن مصر الفرعونيه ومحاوله لاعاده السياحه التقليديه او السياحه الاثريه لمصر. واعتقد وزاره الاثار تعمل بجهد كبير في هذا الملف وتعلن بشكل شبه يومي عن اكتشافات اثريه جديده في محاوله للترويج السياحي. فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشره المصري اليوم من القاهره والناس، ومن بعده ايضا نتعرف على تفاصيل الهجوم الارهابي في سان بطرسبرغ. تابعونا. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. قال الرئيس فلاديمير بوتين أنه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الأمن الفيدرالية بشأن التفجير في بطرسبرغ، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أساس التفجير، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تنظر في كافة الروايات والتي من بينها هجوم إرهابي وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 50 آخرين بتفجير عبوة ناسفة
في عربة قطار في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبرغ الروسية. أستاذة فتحية، يعني هجوم جديد يضرب روسيا، هل يمكن أن يكون هناك تنسيق عالمي من أجل وقف هذا الإرهاب وانتشاره وفي كل البلدان؟ يعني اليوم الهجوم في روسيا يؤكد ما نقوله دائما، أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تهاجم كل العالم مهما بلغت درجة التأمين في هذه الدولة، مهما بلغت درجة الادعاء بالأمان في هذه الدولة. روسيا التي وضعت عقوبات على مصر بعد تفجير الطائرة الروسية اليوم تعاني هي أيضا من هذا الإرهاب. فالإرهاب ظاهرة عالمية يحتاج إلى تكاتف كافة الدول وعدم إلقاء اللوم على دولة أو أخرى في درجة التأمين، لأنه ليس مرتبطا بالتأمين بل بضرورة تكاتف الدول لمحاربة جذور هذا الإرهاب، التي ممكن أن نقول أن هناك دول تدعم الإرهاب وهناك دول تحاربه، والتي الدول التي دعمت الإرهاب في البداية تعاني منه الآن. فأعتقد أن العالم أجمع أحتاج أن يقف دقيقة ويفكر فيما وصلت إليه العالم نتيجة لدعم بعض الدول للإرهاب أو دعمها لتحقيق مصالحها، فبالتالي تدعم جماعات إرهابية زي ما شفنا داعش اللي هي دعمتها الولايات المتحدة في البداية والآن يعاني منها العالم أجمع ومنها الولايات المتحدة أيضا. اليوم القمة الأمريكية المصرية أكدت على ضرورة مكافحة الإرهاب، أعتقد أن العالم أجمع أحتاج أن يقف مرة أخرى لمكافحة الإرهاب. يبدأ وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي زيارة إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية لبحث الحل السياسي في سوريا. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة ديسان البريطانية عن مشاركة القوات الجوية الخاصة البريطانية إلى جانب قوات من المشاة البحرية الأمريكية مع قوات سوريا أو مع قوات سوريا الديمقراطية في عملية السيطرة على سد الفرات وقاعدة الطبقة الجوية، وهما نقطتان استراتيجيتان قريبة من الرقة. أستاذة فتحية، برأيك كيف أثر التدخل العسكري الدولي على الوضع الميداني والسياسي في سوريا؟ الوضع في سوريا معقد منذ بداية الأزمة، دول تدعم أطراف ودول تدعم أطراف أخرى، لكن ممكن مؤخرا بدأ التدخل الدولي يأخذ منحا آخر بعيدا عن فكرة التخلي عن بشار. الجميع تدخل لمكافحة لمواجهة داعش ومحاربتها ومكافحة الإرهاب هناك، فالوضع أصبح مختلفا بعض الشيء، وهذا أعطى مزيد من السيطرة للجيش السوري ومزيد من السيطرة لنظام الأسد، وبدأنا نسمع عن تحرير مناطق من سيطرة داعش. فالوضع السياسي والسوري ما زال معقدا، والأزمة أعتقد ستستمر فترة أطول، لأن الأطراف التي تم دعمها في السنوات الماضية لن تنتهي بسهولة، وسيبقى هذا التدخل كل طرف يعمل لمصالحه، في أمريكا وبريطانيا على جانب، سوريا في روسيا في جانب آخر، تركيا في جانب ثالث، فمجموعة من الدول تتصارع في حيز ضيق وكل يبحث عن مصالحه. كشف موقع صحيفة هارتس عما جرى في الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء الإسرائيلية حول الاستيطان وعن الخطوات التي تنوي اتخاذها الحكومة في هذا الاتجاه. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع أعضاء الكابينت على التدابير التي رأى أنها ضرورية للجم الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك على طلب الإدارة الأمريكية الجديدة من إسرائيل تنفيذ خطوات واتخاذ إجراءات ميدانية تعبر عن حسن النية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أستاذة فتحية، هل الولايات المتحدة جادة في وقف الاستيطان الإسرائيلي برأيك؟ بالتأكيد لا، لأنه دائما نسمع عن رغبات أمريكية أو إسرائيلية في وقف الاستيطان، وفي النهاية الاستيطان مستمر على مدار سنوات وإسرائيل تحاول أن تخلق من خلاله واقعا جديدا على الأرض، دعوات لاتفاق السلام وإحياء عملية السلام، لكن في النهاية لا يتم شيء وليس هناك جدية في هذا المجال. إسرائيل تحاول الإبقاء على الوضع الحالي، في كل مرة يحاول العرب اتخاذ قرار ضد الاستيطان يخرج الفيتو الأمريكي لمواجهة هذا القرار، فالاستيطان مستمر، وهذه كلها محاولة مجرد كلام على الورق أو كلام لدعاية إعلامية لإظهار أنه الولايات المتحدة في جانب اتفاقية السلام أو تريد إحياء عملية السلام وفق الاستيطان، لكن هذا لا يحدث على الأرض.
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قبل يوم من زيارتها المقررة إلى السعودية على أهمية المملكة كحليف مهم في مكافحة الإرهاب وكذلك في المجال الاقتصادي، وقالت إن المعلومات التي تلقتها من السعودية في الماضي أنقذت حياة مئات الناس في المملكة المتحدة. وأشارت مي إلى أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات في المنطقة وجعلهما أكثر استقرارا وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة. عودة إليك مرة أخرى أستاذة فتحية، برأيك كيف يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقتها بدول الشرق الأوسط؟ أعتقد الخروج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من العلاقات الثنائية في الشرق الأوسط. بريطانيا ستتجه في الفترة المقبلة إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول العالم بشكل عام ومنها دول الشرق الأوسط. أيضا هناك الاتجاه كما هو معروف أن بريطانيا تسير خلف الولايات المتحدة في كثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بالسياسة، فالولايات المتحدة متجهة نحو السعودية ونحو الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب. بريطانيا أيضا ستحذو حذوها في هذا الاتجاه، ودليل هذه التصريحات التي قالتها رئيسة الوزراء البريطانية عن السعودية كحليف مهم في مكافحة الإرهاب. على المستوى الاقتصادي سنشهد مزيد من التعاون الثنائي مع دول الشرق الأوسط وبريطانيا في الفترة المقبلة للتغلب على الأضرار الناتجة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي. كشف وزير الداخلية التركي سليمان سوليو أن أعداد الموقوفين والمعتقلين في إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي تجاوزت 113,000 شخص. وأوضح أن من بين العدد الإجمالي للموقوفين 745 لا يزالون قيد التحقيق، و 47,155 شخصا صدرت بحقهم قرارات حبس قضائية، و 41,499 أخلي سبيلهم بشرط الرقابة القضائية، و 23,861 آخرين دون رقابة قضائية. أصبح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لاعبا مهما في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور بعد أن حاول المرشح اليميني جيرمو لاسو استخدام ورقة طرده من سفارة البلاد في لندن وتجريده من حق اللجوء ضمن حملته الانتخابية. ويحتفل أسانج اليوم بخسارة لاسو في الانتخابات بعد صدور النتائج الأولية لفرز الأصوات. وكتب أسانج عبر حسابه على تويتر: أدعو لاسو بشكل ودي إلى مغادرة الإكوادور في غضون 30 يوما. وضع نجم المصارعة العالمية الأمريكية مارك ويليام كلاوي المعروف على الحلبة باسم أندرتيكر حدا لمسيرته بإعلانه الاعتزال بعد نهاية مباراته في مهرجان ريسلمانيا. وأقام أندرتيكر عقب نهاية مباراته أمام الشاب رومان رينز بخلع عباءته وقناعه في إشارة على اختتام مسيرته في عالم المصارعة. والآن فاصل ونواصل بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وحديث خاص جدا عن التطورات في ملف تيران وصنافير، تابعونا. عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان اللي شبكنا يخلصنا يكتب حمدي رزق في عدد الثلاثاء من المصري اليوم مندهشا من تطوع محامي مصري لرفع دعوى قضائية في محكمة الأمور المستعجلة يطالب بسعودية تيران وصنافير بهدف إلغاء حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، مؤكدا أنه لو محام سعودي لقلنا يجوز وجائز، متخوفا أن يكون الحكم الأخير مصوغا لتوفير غطاء قانوني للبرلمان لفتح النقاش مرة أخرى حول الجزيرتين، محذرا البرلمان من الوقوع في هذا المأزق السياسي والشعبي فيعرضه لأخطر أزمة في تاريخه، وهي مواجهة شعب اتفق على مصرية تيران وصنافير. أستاذة فتحية، ما رأيك في تخوف وتحذير الكاتب الصحفي للبرلمان في هذا المقال؟ أتفق مع الأستاذ حمدي رزق فيما قاله في المقال.
يعني حكم محكمة الأمور المستعجلة بالأمس بخصوص قضية طيران وصنافير وإلغاء والتأكيد على سريان الاتفاقية هي حكم، هي محكمة غير مختصة في هذا الشأن. دستورية هي ستحسم الأمر، لأن هناك نزاع آخر بالنسبة لقضية طيران وصنافير في المحكمة الدستورية الآن. لكن في أذهان الشعب كله وبعد حكم القضاء الإداري الجميع مؤمن بمصرية طيران وصنافير، فأي قرار آخر عكس ذلك سيواجه برفض شعبي شديد. فأعتقد أنه تحذير الأستاذ حمدي رزق للبرلمان في محله، لأنه البرلمان يعني اتخذ كثيرا من القرارات التي عليها جدل في الفترة الأخيرة، والكثير من السياسيين والمفكرين يضعون علامات استفهام على أداء البرلمان في الفترة الحالية. فإذا قام البرلمان بمثل هذه الخطوة فأعتقد أنه سيقضي على شعبيته بالكامل. فاصل أخير نواصل من بعد نشرة المصري اليوم. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 715 جنيه، جرام عيار 21 626 جنيه، جرام عيار 18 537 جنيه، جرام عيار 14 417 جنيه، وأسعار الجنيه الذهب 5008 جنيه. والآن مع حالة الطقس. القاهرة 30-13، الإسكندرية 25-13، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 29-17، الأقصر 34-15، أما عن أسوان فالعظمى 35 والصغرى 16. مشاهدينا كده احنا وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة. بشكرك يا سمر. شكرا. بشكرك يا أستاذة فتحية. شكرا نهاية. وبالتأكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا. تلتقون غدا ونشرة جديدة من المصري اليوم على القاهرة والناس. تابعونا. تابعتم في نشرة اليوم. انطلاق قمة السيسي وترامب بالبيت الأبيض، والإرهاب يتصدر المباحثات. إثيوبيا تحتفل بذكرى السادسة لبدء إنشاء سد النهضة بمشاركة البشير. الحكومة تعلن الطوارئ وتتأهب لاستلام محصول القمح من المزارعين. التعليم السجن 7 سنوات وغرامة 200,000 جنيه عقوبة تسريب الامتحانات. بوتين يتحدث عن هجوم بيترسبورغ ولا يستبعد فرضية الهجوم الإرهابي. نتنياهو يتحدث عن لجم الاستيطان ويناقش الملاحظات الأمريكية حول السلام. أنقرة تعتقل أكثر من 113,000 منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. نجم المصارعة العالمي أندرتيكر يعلن اعتزاله بعد مباراة رينز بخلع عباءته وقناعه. وحمدي رزق يكتب اللي شبكنا يخلصنا.